المهم هنا هذا بير تقليدي جاي في وسط الساحه وقريب للسوق. هنا راه ما بقالناش على الحجر، الحجر شحال مازالو؟ الحجر مال الهربات سلك يا جماعه. وحنا اليوم راه حنا فطروا ان شاء الله في مدينه قراره، والله العظيم والله مرحبا بك، مرحبا بك، ما تشبع منها وتشبع من اهلها. جينا من تقريبا من العصر وحنا نصوروا وين نروحوا نلقاو ناس طيبين، ناس متاصلين. اللهم صل على النبي. الله انا نقول لك بالك العزوز راه تسمع فيا، جاب لي ربي نقعد هنا ما نجيش، صحكتني في رمضان نقعد هنا في قرارة. تحية ناس قرارة، اي عبد الله طالعين ناس قرارة قاع طالعين. هذه يا جماعة الخير الأجواء، راكم تشاهدوا في أجواء رمضانية في مدينة قرارة. اللهم صل على النبي. هذو فئة من فئات الشعب الجزائري، المجتمع الجزائري المتماسك، المجتمع الوطني اللي يحافظ على الدين تاعو ويحافظ على الوطن تاعو ويحافظ على الأصول، نفتخر بهم إن شاء الله. والله الله يرحم الشهداء، وتحية الجزائر وتحية أهل المنطقة بني نصار خوتنا نحن. نوي طلع نوي طلع.